تحديدا لمصدر المعلومات وحفاظا على المصلحة العامة، فإن كل ما يتعلق بالجوانب الطبية وفيروس كورونيا هو من اختصاص وزارة الصحة العمومية في بلاغاتها المتتالية وفي اتصالاتها وإخبار المواطن. وبالتالي فإن الوزارة عندها آليات للتواصل لحظة بلحظة، وهناك لجنة عليا وهناك يقظة عالية المستوى لتأمين المواطنين من هذا الداء. بالنسبة إغلاق السفارة الليبية، ليس هناك شيء رسمي، بالتالي ما نقدروش نتعاملوا مع بعض الإشاعات. فيما يتعلق بترسيم الحدود، احنا سبق وان قلنا بأن هذه عملية سيادية مغربية صفر، لا يمكن لأي دولة أن تتدخل فيها، وأن المغرب اتبع التدابير والإجراءات القانونية وتمت المصادقة على الترسيم في البرلمان، وبالنسبة لنا الموضوع منتهي. ولكن كيبقى الحوار على عمليات أخرى أو التعاون، أو لأن المجالات البحر فيها تعاون متعدد، منها التجارة، منها كذلك محاربة التهريب، وكذلك محاربة الإرهاب. وبالتالي فالمغرب يعتبر أن هذا أمر محسوم، والحوار كذلك يبقى مفتوح. بالنسبة قضية المبعوث، عندما يكون هناك مبعوث سيكون الإعلان رسمي من الأمم المتحدة ومن جميع أطراف، وبالتالي ليس لدينا شيء رسمي في المؤسسات الدولية ولا المغربية، وبالتالي لا نتعامل مع بعض الأشياء التي لا تمثل مصادر رسمية. بالنسبة للطبقة المتوسطة الفلاحية، طبعا هذا جاء في خطاب جلالة الملك، فكرة الطبقة المتوسطة هو وجود طبقة قادرة ماديا ومعنويا للاستقرار في المجال الفلاحي والعمل والاشتغال والاستثمار في هذا القطاع، ويكون عندها مواصفات الطبقة المتوسطة، توفير الخدمات يعني المتنوعة والمتوفرة. وبالتالي كما أن هناك طبقات متوسطة في المدن، تكون هناك طبقة متوسطة في العالم القروي، وطبعا هذا يأتي أساسا من رفع الدخل لهذه الفئة حتى تستقر وتلبي حاجياتها. وأعتقد أن المشروع أو الرؤية ديال الجيل الأخضر مع المخطط الأخضر كدعامة، فأعتقد بأننا إن شاء الله حسب المشروع، وهو مشروع دخل، أننا سنحقق هذه الطبقة المتوسطة، لأن المغرب يحتاج إليها في عملية تثبيت السكنة في المدن وحصل توازن سكاني ما بين المدن والقرى، والحفاظ كذلك على المنتجات الفلاحية والاستثمار فيها. طبعا العلاقات السعودية المغربية علاقات جيدة ومستمرة، وأن المغرب دائما يحافظ على العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة في إطار التبادل والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبالتالي هذه عملية مستمرة. فيما يتعلق بأزمة الماء، كتعرفوا كاين واحد المخطط وطني اللي كان قدم صاحب الجلالة، كاين واحد الرؤية وطنية لتدبير هذا القطاع الحيوي المهم، وإيجاد حلول ليس فقط لمدينة معينة، وإنما لجميع المدن ولجميع كذلك المدن القادمة، لأن احنا نستشرف المستقبل. كتعرفوا كل سنة تقريبا كتبنى واحد مجموعة ديال المدن في جميع الجهات بالمغرب، وهناك رؤية لمعالجة هذه الأمور على جميع المستويات كيفما كانت الأمور، لأن نتحدث عن الماء اللي هو ماء حيوي ليس فقط للاقتصاد وللتنمية وإنما للحياة. بالنسبة للموقف الرسمي لإسبانيا، فنحن لا نتعامل مع سلوكات داخل إسبانيا، نحن نتعامل مع الحكومة الرسمية، فالحكومة الرسمية عندها مواقف محددة وتتعامل باحترام وتقدير في إطار تبادل المصالح والجوار، وبالتالي ليس هناك مشكل على المستوى الرسمي. فيما يتعلق بشركة إسبانيا غرسي، كتعرفوا إحنا هناك مساطر خاصة يعني محددة لاستقبال وإبرام الصفقات، وهذه
فيها لجان مختصه بما فيها وزاره الماليه بما فيها الجهات المعنيه. كتعرفوا اللجنه ديال فتح الصفقات لا تخص الوزاره، كاينه متدخلين متعدين. فاذا كانت هناك اشياء صحيحه في الصفقه تتم، اذا لم تكن هناك اشياء صحيحه فلا تتم، وبالتالي فالموضوع لا علاقه له بالوزاره مباشره وانما تتم على المستوى المحلي والمستوى الجهوي. وحنا حريصين كل الحرص على ان تكون هناك الشفافيه والنزاهه، لان الاموال العموميه يجب ان تخضع لهذه المساطر حتى تكون الشفافيه ويتاحت الفرص لجميع المقاولين وكذلك تحقيق الاهداف المشتركه. طبعا مشاكل بعض سامعات التيكواندو كتعرفوا، وهذا يجب ان نعمل توضيح، تعرفوا لا يجب الوزارة أن تتدخل في الجامعة لأن هذا مرفوض حتى قانونيا، ولكن إذا وقع ما يخل بالنظام التسيير أو بالنظام العام وحصلت شكوى رسمية من المعنيين بالأمر فإن الوزارة كتنبه الجهات المعنية. وحصل الواقع مشكل لبعض الجامعات وطلبنا منهم توضيحات، طلبنا منهم استفسارات. وإحنا في وزارة الشباب والرياضة من لجنة خاصة لجميع الجامعات، من هذه فترة ديال التحمل طلبنا منهم تطبيق القانون اللي هو قانون ديال المطابقة، قانون التأهيل والمصادقة، وبالتالي نحن نمنحهم وفق هذا دفتر التحملات. لأول مرة غنعملوا معاهم مرحلة بمرحلة حسب النتائج وحسب الأهداف المشتركة، لأن الوزارة تمنح المال ولكن التدبير والنتائج يتعلق بالجامعة. فإذا كان هناك أي خلل فالوزارة مستعدة في إطار المسموح به قانونيا وفي إطار بالله. والحمد لله احنا بزاف الجامعات الآن حلينا لها مشاكل لم تكن موجودة، ولكن أصبحت الآن نتحدث على منتخبات ونتحدث على إحياء فرق بكاملة، لأنه في الجامعات كاين عنصر بشري، مشكل ليس مشكل مادي ولا مشكل قانوني، كاين مشكل بشري. يجب ان على الجامعات ماشي كلها، كاين بعض الجامعات اللي تشتغل بالقوانين وكتجيب نتائج، كاين جامعات كتشتغل خارج او بعضها على القوانين. نحن نتدخل عند اللزوم اذا اقتضى الامر ذلك. طبعا بخصوص احنا في المغرب دوله قوية والدولة دولة الحق والقانون، والدولة نتصدى لأي مغرض أو أي مشوش أو أي متحامل أو أي شخص من خارج المغرب أو من داخله على أن يشوش على المؤسسات. والتشويش هنا قد يصل إلى مستويات متعددة، وبالتالي فنحن لا نعطي أي اهتمام لهذا النوع من التشويش، لأن احنا دولة قوية بمؤسساتنا وبأجهزتنا. وتتعرفوا أن الخصوم يتربصوا من حين لآخر، ولكن فإنهم ضعفاء ولن نكتري بأحد، فالقوة داخليا قوية الحمد لله. فيما يتعلق بالملاحظة أننا نثير انتباه لجميع وسائل الإعلام على جميع مستوياتها أنها تتوخى الحذر والحيطة في نشر أخبار الكاذبة، خصوصا فيما يتعلق الأمر بهذا الفيروس الخطير كورونا، وأن أي أخبار كاذبة تثير الرعب والهلع في المغاربة فإن أصحابها يتعرضون للمساءلة مباشرة، لأنه يجب الحفاظ على أحاسيس المغاربة وعلى أمنهم، وكذلك الحرص الكامل على أن نتعامل بكامل الوعي وبكل المسؤولية مع هذا الوضع. هذا وباء اجتاح العالم، ولكن الحمد لله نحن يقظين بالتعامل معه، ولكن لا نساهم أبداً بأخبار تثير الذعر والكذب.
هذا يعني شيء يعني نرفضه على الإطلاق. وبالتالي أعتقد أننا هذا المستوى، ونشكر كذلك وسائل الإعلام المتعاونة للشرح وإعطاء نصائح وإعطاء مهدات، لأن هذا مطلوب.